ماشيين في اسكندريه بعد صلاه الجمعه بيضربوا الاهالي اللي طالعه من الجوانب، مش عايزين اي تجمعات. انا كنت للاسف كنت في الصفوف الاولانيه من المظاهره. طبعا الناس بقت تقع ومفيش حد يشيلها، يا دوب مسافه ما يرفع ايده بالطراجه كده وقع واحد. كانوا بيجروا ورا الرشاش ورا البني ادمين بالعربيات، ويمكن كل شبه في التلفزيونات وشاف كل حاجه. بعدها الموضوع اتقلب لساحه حرب قدام القسم، وفي الاخر ماما جريوا صباط وصابوا العساكر، ضحوا بالعساكر وصابوا العربيات. كنت مستخبي ورا بوكس بتاع تليفونات، فانا بصور بالموبايل كده، فالشمس عكست في الشاشه بتاعه الموبايل، فبعمل راسي كده ف طلعتين بقناص، كان كسر في العمود الفقري، وصبت بطلق خرطوش في عينيا. ادرك الطلقه دخلت هنا من في المخ، خرجت من الناحيه الثانيه بالظبط. مكان الطلقه دخلت من هنا كده، مكان اهو قصر في الجمجمه، دخلت عملت ضمور في خلايا المخ، ماشي. هي اللي عملت الشلل النصفي. الحته المدوره اللي في البتاع دي بتخش في الامعاء بتاعته. مين هو ابوك؟ حتى الضوء البسيط اللي كنت بشوفه ما عدتش بشوفه. احنا بنتعرض بهنا من الشرطه، عمرنا ما كنا نتخيل الناس دي ضربنا بالنار. انت حضرتك كنت فين مستخبي فين يا مصطفى؟ وانت هتموت هتفضل ندمان طول عمرك. الموضوع هنا ان ده عقاب. انا شايفه بينه وبينه 5 متر، انت انا فاكره بيهوشني. مش متخيل انه هيضربني. طب بعدين هنا في المستشفيات كتير. يا لام صورنا ان احنا كلنا بلطجيه وواخدين فلوس من كلاب. كتير ومفيش علاج لينا، حالتنا بتسوق ومش بتتحسن. قالوا لنا هتسافروا النمسا، وقالوا لنا هتسافروا تركيا، ولا سافروا المانيا، واقاويل لا بعدها اقاويل. الاثار من الاول جهاز تابع للدوله، المفروض ان الدوله تعالجنا على فئتها. قعدت سنه كبيره بتعالج على حسابي. تم تاسيس الصندوق في عهد الفتره اللي حكم فيها المجلس العسكري، الصندوق مصون الثوره. الصندوق بقى ايه؟ انا بوظ ايه؟ جاي معانا بالمعكوسه. يعني انا واحد زينا ما ينفعش يسوق سكوتر، يجيب لك سكوتر كهرباء. ما انا هسوق ازاي؟ ولازم ايديك الاثنين يكونوا شغالين، وانا عندي ايد واحده اللي شغاله. الاجهزه غير متوفره لعمل العمليات، كان دايما في تعنت ومماطله في نهايه الاجراءات. بعد كل ده، بعد ما لفيت كل ده، انا طلع ان مالناش علاج هنا، علاجنا مش هنا، علاجنا بره. فبيسفروا ممثلين بره التعالج على حساب الدوله. وهل الممثل ده محتاج فلوس؟ كان دايما الكلام اللي انا بسمعه ان انت مالكش علاج في الخارج، وسمعنا من هناك ان في فساد داخل الصندوق. هو القاضي مش مقتنع ان احنا الحكومه اللي ضربتنا؟ امال بتوع ليبيا اللي جم ضربونا؟ محضر الشرطه بيفيد ان انا اصبت من مدرعه شرطه بطلق خرطوش. وقال لك عادل. عادل راح اليمن. انا مش عايز يعني حتى ارجع 100%، 50% حتى مش لو كذا اخدم نفسي واخش الحمام طبيعي وكده. ومش عايز حاجه من البلد الاصلي. الاعلام هيئ لبيت الشعب ان مصابين الثوره دول كل اللي ضربهم اخوان، احنا اللي ضربنا الداخليه. الناس اللي هم القائمين على الاعمال داخل الصندوق غير مؤهلين للتعامل مع حالات زي حالات مصابين الثوره، او بغض النظر ان احنا مصابين الثوره ان احنا مرضى. مستحقات ايه؟ وفي واحد يفضل طول عمره باعاقه كده حاجه تعوضه؟ والله العظيم ثلاثة ما في حاجة في الدنيا تستاهل إن أنا أبقى عاجز إن أنا أقدر إن أنا أمسك بنتي عن حاجة هتضرها، ومش قادر إن أنا أمسكها، ببقى قاعد كده خلاص لا حول ولا قوة.